Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Madhah, to Halqa Jadida, a new episode of 10 Minutes of Arabic with Abu Ibraheem, where we go over proper Arabic and spoken Egyptian Arabic side by side, al Arabiya al Fasiha, wal Arabiya al Ammiya al Masriya, Janbin, either Janbin. Ay hitta fiha zara katir, hatla'i gawaha ahla. Anywhere there are a lot of plants, you will find its atmosphere is nicer or more beautiful. أي حتة فيها زرع كثير هتلاقي جوها أحلى. أي مكان فيه زرع كثير ستجد جوه أجمل. أي مكان فيه زرع كثير ستجد جوه أجمل. أي مكان. لو عندك مشكلة لازم تفكر فيها بالراحة. If you have a problem, you have to think about it carefully. لو عندك مشكلة لازم تفكر فيها بالراحة. لو عندك مشكلة لازم تفكر فيها بالراحة. إذا معك مشكلة يلزمك أن تفكر فيها بتأنن. إذا معك مشكلة يلزمك أن تفكر فيها بتأنن. إذا معك مشكلة يلزمك أن تفكر فيها بتأنن. هو ضل الطريق عشان ما فيش يفوت. He got lost because there are no road signs. هو ضل الطريق عشان ما فيش يفوت. هو ضل الطريق عشان ما فيش يفوت. ضل الطريق لأن ما وجدت معالم. 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 ضل الطريق بسبب أصحاب السوء. He lost his way due to having or keeping bad friends, companions. ضل طريق بسبب أصحاب السوء. ضل طريق بسبب أصحاب السوء. And only difference is pronunciation. ضل طريقه بسبب أصحاب السوء. ضل طريقه بسبب أصحاب السوء. ضل طريقه بسبب أصحاب السوء. غالبا هيكون في ناس كتير في حفلة النهاردة. There will probably be a lot of people at the party today. غالباً هيكون في ناس كتير في حفلة النهاردة. غالباً هيكون في ناس كتير في حفلة النهاردة. غالباً سيكون ناس كثيرون في حفلة اليوم. غالباً سيكون ناس كثيرون في حفلة اليوم. غالباً سيكون ناس كثيرون في حفلة اليوم. لازم تمشي ساعة يومياً على الأقل. You have to walk at least an hour a day. لازم تمشي ساعة يومياً على الأقل. لازم تمشي ساعة يومياً على الأقل. يجب أن 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 تمشي ساعة يومياً على الأقل. لازم تتعامل مع الناس باعتدال. You have to treat deal with the people fairly. لازم تتعامل مع الناس باعتدال. لازم تتعامل مع الناس باعتدال. لابد أن تتعامل مع الناس بالعدل. لابد أن تتعامل مع الناس بالعدل. أو لابد أن تتعامل مع الناس بالإنصاف. لابد أن تتعامل مع الناس بالإنصاف. في الغالب البنك هيكون مقفول دلوقتي. Most likely the bank will be closed right now at this time. في الغالب البنك هيكون مقفول دلوقتي. في الغالب سيكون البنك مقفالا الآن. في الغالب سيكون البنك مقفالا الآن. أو في الغالب سيكون البنك مغلقا الآن. في الغالب سيكون البنك مغلقا الآن. ربما يكون في أمل في الشفاء. There may be hope for a cure. ربما يكون في أمل في الشفاء. ربما يكون في أمل في الشفاء. لعل يكون 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 أمل في الشفاء. There may be hope for a cure. عن قريب ممكن أشتري فراولة. Soon I can buy strawberries. عن قريب ممكن أشتري فراولة.
عن قريب ممكن أشتري فراولة. عن قريب يمكنني أن 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 أشتري فراولة. الأسعار بتغلى شوية شوية. Prices are progressively or gradually getting higher. الأسعار بتغلى شوية شوية. الأسعار بتغلى شوية شوية. تغلو الأسعار بالتدرج. تغلو الأسعار بالتدرج. أو تغلو الأسعار بالتدريج. تغلو الأسعار بالتدريج. تغلو الأسعار بالتدريج. درجة الحرارة أعلى شوية النهاردة من امبارح. درجة الحرارة أعلى شوية النهاردة من امبارح. The temperature today is a little higher than yesterday. درجة الحرارة أعلى شوية النهاردة من امبارح. درجة حرارتي أعلى قليلا اليوم من أمس. درجة حرارتي أعلى قليلا اليوم من أمس. درجة حرارتي أعلى قليلا. لازم تغسل سنانك كل يوم. لازم تغسل سنانك كل يوم. As for a boy, you have to brush your teeth every day. For a girl, لازم تغسلي سنانك كل يوم. لازم تغسلي سنانك كل يوم. يجب أن تغسل أسنانك كل يوم. يجب أن تغسل أسنانك كل يوم. يجب أن تغسلي أسنانك كل يوم. يجب أن تغسلي أسنانك كل يوم. لا. لما تشتري طلبات البيت مرة كل أسبوع توفر كثير. When you do your household shopping once a week, you save a lot. لما تشتري طلبات البيت مرة كل أسبوع توفر كثير. لما تشتري طلبات البيت مرة كل أسبوع توفر كثير. لما تشتري طلبات البيت مرة كل أسبوع توفر كثيرا. لما تشتري طلبات البيت مرة كل أسبوع توفر كثيرا. لازم تدفع شهرين تأمين وشهر أول وشهر للسمسار. You have to pay 2 months deposit, first month's rent, and 1 month for the broker. لازم تدفع شهرين تأمين وشهر أول وشهر للسمسار. يجب أن تدفع شهرين للتأمين وشهر الأول وشهر للسمسار. يجب أن تدفع شهرين للتأمين وشهر الأول وشهر للسمسار. كل شوية تعدي طيارة فوق البيت. Every so often a plane passes or flies over the house. كل شوية تعدي طيارة فوق البيت. كل شوية تعدي طيارة فوق البيت. بين الحين والآخر تطير طائرة فوق البيت. بين الحين والآخر تطير طائرة فوق البيت. أو من وقت لآخر تطير طائرة فوق البيت. من وقت لآخر تطير طائرة فوق البيت. فين ألاقي حلاقة؟ Where can I find a barber? فين ألاقي حلاقة؟ فين ألاقي حلاقة؟ فين ألاقي حلاقة؟ الفصل أين يمكنني أن أجد حلاقا؟ 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 نخلص القرض وبعدين هنتغدى. We'll finish the inventory and then we'll eat lunch. نخلص القرض وبعدين هنتغدى. نخلص القرض وبعدين هنتغدى. سنكمل الجرد وبعده سنتغدى. سنكمل الجرد وبعده سنتغدى. أو سنكمل الجرد وبعده سنتغدى. سنكمل الجرد وبعده سنتغدى. في الحقيقة موضوع رسالة الدكتورة كان ممتاز. Truly the subject of the doctorate thesis was excellent. في الحقيقة موضوع رسالة الدكتورة كان ممتاز. في الحقيقة موضوع رسالة الدكتورة كان ممتاز. في الحقيقة موضوع رسالة الدكتورة كان ممتازا. في الحقيقة موضوع رسالة الدكتورة كان ممتازا. فدنا شوية أكل بعد العشاء. There was some or a little bit of food left after dinner. فدنا شوية أكل بعد العشاء.
فضل شوية أكل بعد العشاء بقي قليلا من الأكل بعد العشاء بقي قليلا من الأكل بعد العشاء بقي قليلا من الأكل بعد العشاء There was some or a little bit of food left after dinner. And that's been عشر دقائق in عربية مع أبي إبراهيم. Please like, subscribe to the channel and share with a friend. And if you have any comments or questions, just leave them in the comment section and we'll be able to get to it in the next video. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.